اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بنجومنا الكبار في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن عادل طعيم. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام شرف ونور. منور الله يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن مال امام. ازيك كابتن مال؟ اهلا كابتن اسلام، وحشتنا كابتن. شرف ونور، ربنا يكرمك يا حبيبي. شفت لك صوره من كام يوم كده زي ما انت يا كابتن مال. ما اتغيرتش كتير يعني. انت كان عنده ساعتها يا كابتن والله تقريبا كان حاجه و20 يعني 22 23. قعدت اتفرجت على كام صوره كده كانوا حلوين قوي. كان في صوره يا اسلام ضد منتخب نيجيريا الفرنسي فوتبول، طلعتها احسن صوره في الشهر. راسين حربه جايين لي لحد هنا، وفاروق جعفر جايين لحد هنا، وانا راكب الثلاثه في الهواء عينيا مفتحه واخد بالك، وشعري الكنيش كده معاك، ولاعب الكوره. لا يعني اخبار اليوم كانت جابتها على الصفحه الاولى. الصوره دي خدت في الفرنسي فوتبول احسن صوره في الشهر بالنسبه لافريقيا. ف يعني في حاجات كده بتبقى جميله. طيب. نعم يا كابتن. دور عليها. يعني انا شغل حلو. كان نفسي عندي لا انا شفت كابتن مال كام صوره يا كابتن عادل من كام يوم يعني في على السوشيال ميديا. يعني ما زي السوشيال ميديا ما ليها مساوئ ليها ايضا ايجابيات كثيره يعني. فشفنا بعض، شفت بعض الصور للكابتن ماهر، وقعدت افكر هل من الممكن ان احنا نشوف شباب في مصر كلها بقى مش في النادي الاهلي بس يطلع زي الكابتن ماهر، يطلع من تحت ايد الكابتن عادل طعيمه، يطلع من زي الكباتن الكبار اللي احنا بنتعلم منهم خلال الفتره القادمه في مصر كلها مش في النادي الاهلي بس يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه اولا مصر مليانه مواهب. المهم ان الموهبه دي تتحط في ايد امينه، الايد الامينه دي تقدر تديها وتشربها. يعني انتماء للوطن ثم انتماء للنادي. شعار النادي الاهلي يبقى متربي عليه من صغره، مبادئ النادي الاهلي اللي هي مبادئ الدين بتاعنا الحنيف. انك انت بتتقن عملك، ان الولد بيعيش قصه الاحتراف من البدايه، من اول البراعم لحد لما بيوصل لقطاعات الناشئين لحد ما بيوصل الفريق الاول، وبيعرف قيمه قد ايه العنايه الطبيه والتغذيه والتربيه. التربيه مهمه جدا. هو بس عشان ما تتفهمش غلط، اصول تطبيق الدين الحنيف على مبادئ النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي بياخد من الدين الحنيف يطبق المبادئ من وجهه نظر ما هي هي يعني. ما هي مبادئ هي المبادئ هي ما هي الاخلاق. بالظبط كده، ما هي المبادئ هي الاخلاق. الاخلاق انت عارف الكلام بتاعنا بيروح يقعد يلف في يا فندم ما تشغلش بالك لا نحاول برضو نوضح عشان ما حدش يدخلنا في 30,000 حاجه. احنا عندنا حساسيه زياده ليه؟ اللي يسيبنا لا مش احنا خالص، سيب اللي يتكلم. هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. لما انا جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر عموما ياخد الترند نمره واحد في العالم عشان يساند النادي الاهلي، دي تسوى ايه؟ تسوى كل حاجه حلوه، تسوى اجمل حاجه في الدنيا. ترند رقم واحد في العالم. صح. لما انت تبقى نمره واحد صح بعد ريال مدريد بتنافس ريال مدريد، مين في الشرق الاوسط، مين في افريقيا، مين في اسيا، مين في امريكا الشماليه والجنوبيه بينافس ريال مدريد وبرشلونه تحتيك؟ مين واخد على المستوى تاخد 3 برونزيات؟ مين على المستوى المحلي؟ انت 42 دوري، واللي بينافسك بعيد خالص في الكاس في كل البطولات. مين واخد 3 برونزيه كاس عالم وبيروح على طول؟ مين اللي 10 افريقيا؟ فالكلام ده معناه ايه؟ معناه ان النادي الاهلي ماشي على مبادئ. المبادئ هي ان انا عندي انتماء للمكان، انتماء للوطن طبعا نمره واحد. انتماء الوطن بيخليني يبقى ليا دايما انتماء للحي بتاعي، للنادي طبعاً بتاعي. طبعاً. الانتماء ما بيتجزأش. لذلك النادي الاهلي، تعالى ادي لك الصوره اللي احنا لما نروح 27 محافظة علشان نعمل اختبارات لقطاعات الناشئين، أعياد قومية في البلاد ديت، واللي كان عايز يشتري 2000 تذكرة بيشتري 4، لأنه النادي الأهلي عيد قومي في المحافظة اللي أنت بتروحها. وتلاقي المظات في الشارع. لسه كان الكابتن أسامة حسني أعتقد جايب أكاديمية النادي الأهلي في بني سويف، كانت عاملة شغل رائع. نعم. نفس الكلام اللي حضرتك بتقول. حضرتك احنا جبنا ولدين من طور سينا. واحد بيلعب في أودونيزي والتاني بيلعب في كاس في صلاح. انجلترا. صلاح باشا والولد التاني ريتشارد، والاثنين بعد ما جبناهم والدهم جاب لهم شقه وغير تعليمهم التعليم الامريكاني، والاثنين بعد شهرين ثلاثه ده هداف دوري جايب 4 جوال في التيم المنافس، وده هداف دوري وده هداف دوري. قعدوا سنه ونص وبعد كده حصلت ظروف ومش ده جايبينهم ايه طبعا. ما دفعناش فيهم
ولا هلله ولا تعريف ولا جنيه. مليانه مصر مواهب من النوعيه دي، محتاجه بيجوا النادي الاهلي ويبقى فيه الاهتمام القوي والتربيه السليمه من عناصر تعرف يعني ايه قيمه النادي الاهلي. ايوه قيمه النادي الاهلي مش كلام، لا ده مدرب بيزرع في الولاد دي الحاجه اللي هي ناقصاهم، الحاجه اللي هي ناقصاهم المدرب ده شافها من الاكبر منه، الاكبر منه علموها له. ايوه يعني ايه تبقى عندك انتماء للفانيله الحمراء ويبقى بتلعب لاخر دقيقه وتبقى الروح القتاليه وما انتش موظف وانت بتلعب بقلبك بتستمتع وانت بتأدي، كل الحاجات الجميله ديت موجوده طول عمر النادي الاهلي فيها. فطبعا من خلال حضرتك من خلال القناه بنطمن جمهور النادي الاهلي ان انت في 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 كوكب، ايوه، والباقي في كوكب اخر. مش عشان احنا لا قدر الله بنتكبر او ان احنا لا قدر الله في عندنا نوع من التفاخر، او ما عندناش لا تكبر ولا تفاخر، ولكن عندنا ان احنا متمسكين قوي بعقيدتنا، متمسكين جدا بمبادئنا، نعرف يعني ايه قيمه النادي الاهلي من اول ما تخش من الباب، تعرف يعني ايه قيمه النادي الاهلي من تسريحتك من لبسك من قدوتك. اللعيب الفريق الاول قدوه للولاد الصغيرين، لو انت في الفريق الاول في حد بيعمل حاجه كويسه كل الاشبال دول حتى لو مش منتمين للنادي الاهلي هتلاقيهم اللي بيشجعوا النادي الاهلي في الحواري وفي الازقه وفي كل حته بيقلدوا هذا النجم لما يكون في تسريحته في لبسه في طريقه كلامه. فدي كلها حاجات قدوه النادي الاهلي بيزرعها، وطبعا الانديه الاخرى، لكن النادي الاهلي اكتر بحكم بطولاته وبحكم شغله على مدار السنين دي كلها، ودايما النادي الاهلي بيدي القدوه والمثل، بيبدي الوطن عن فرقته. فالمنتخب الاولمبي لا ياخد لعيبتي وانا العب ناقص، المنتخب القومي بيلعب لا الولادي الفريق الاساسي بتاعي يروح يلعب في امم افريقيا وانا اروح كاس عالم انديه من غير لعيبتي، مين يعمل كده في اي حته في الدنيا؟ دي ده تعلم تمام العلم ان ربنا سبحانه وتعالى واقف معاك بكل قوه انه بيسندك تروح تكسب مونتيري وبعدين تلاعب الهلال تكسب اربعه وتاخد ببرونزيه وانت لعبتك الاساسيه مش موجوده. ده ايه ده؟ ده سند من ربنا سبحانه وتعالى بيدي لك ان انت واقف على ارضيه صلبه، والا كان ممكن تبقى فضيحه لو انت عملت حاجه غير كده، انك انت بديت وطنك عن النادي. ودي كلها حاجات، دي مبادئ يا كابتن، ما دي مبادئ اللي احنا مش بالكلام بالفعل ومن غير صوت ومن غير اي حاجه احنا ماشيين على هذا المنطلق، وباذن الله تعالى بنطمن النادي الاهلي، النادي الاهلي واقف على ارضيه صلبه، وان شاء الله احنا في مكانه تسمح لنا ان احنا نفتخر بولادنا ونفتخر بفرقتنا وبادارتنا، وربنا يوفق ان شاء الله. كابتن ماهر خليني باخد حضرتك لمباراه بكره، مباراه مهمه، مباراه صعبه، مباراه صعبه للنادي الاهلي لانه في النهايه انت بتلعب فريق اهم حاجه بالنسبه له ان هو ياخد الثلاثه نقاط علشان يقدر يكمل او يقعد في الدوري الممتاز. زي ما قلت كده اسلام، كل المشيات صعبه. انت النهارده يعني اللي فوق اللي بيحارب على بطوله الدوري العام الثلاثي اذا كان الاهلي والزمالك وبيراميدز، والقاع طبعا اللي موجود فيه المقصه موجود فيه استر كومباني، ويعني في الجونه برضك فيه خطوره، المحله فيه خطوره، فمباراه طبعا في منتهى الصعوبه. يعني كان في امبارح تعليق للكابتن علاء عبد العال، وده طبعا ده ابن النادي الاهلي من المدربين المحترمين، يعني هو يمكن يعني حظه سيء جدا ان هو بيشتغل مع الفرقه يا عيني اللي التملي بتصارع على الهبوط، لكن هو من ضمن المدربين المصنفين بصراحه، راجل محترم، راجل عنده فكر، بيروح كمان بيقدر اسلام بيغير شكل الفرقه اللي بيشتغل معاها. يعني احنا لما تولى يمكن استر كامباني كانت الامور صعبه جدا جدا، قدر يغير في 12 13 لعيب، النهارده بدا يكسب فرق وبدا يعني في ثقه ان هو عايز يبعد عن شبع الهبوط خلال المباراه السابقه. اكيد هيبقى في سيستم بالنسبه لعلاء، ان هو اكيد مليون في الميه عارف انه بيلعب النادي الاهلي، نادي القرن، نادي البطولات، عارف ان النادي الاهلي بمن حضر، عارف النادي الاهلي عنده ظروف صعبه جدا خلال فتره حوالي 12 لعيب مصاب، في بعض اللعيبه في الراحه،
لكن اسلام عايزين نتكلم كوره شويه بالنسبه للي موجودين يعني بالنسبه للعيبه اللي موجوده. يعني انا شايف مستر ريكاردو بيختار طريقه 3-4-3 وهو شايف ان الطريقه دي مناسبه للمجموعه اللي موجوده معاه خلال هذه الفتره. بس انا عايز اقول يا اسلام ان لسه كنت بتكلم مع كابتن عادل قبل ما نطلع الهواء. لما اللي احنا اتعودنا واللي اتربينا عليه لما بقى في اختيار للتشكيله او اختيار للفرقه انت بتختار اولا رقم واحد الخبرات اللي موجوده في الفرقه. بمعنى يعني انت مثلا في حراسه المرمى عندنا علي لطفي، اوكي، عندنا في خط الدار عندنا رامي بيقود الثلاثه اللي موجودين معاه، عندنا في نص الملعب عندنا يانج بيقود اذا كان فخري او اذا كان محمد محمود لما بيبدا يشارك. يانج بقى انا محتاج يريح من بدايه من يعني انا طبعا عرفت يانج احتمال يريح في خلال الفتره اللي جايه. الجزء القداماني محتاجين وليد يا اسلام، وليد بالخبرات اللي ربنا اداها له بالمجهود بالروح بالدوافع اللي موجود عليها وليد يقدر يشكل لنا جزئيه بتاعت التنظيم رقم 10، التنظيم بتاع الهجوم من خلال الاطراف او من خلال العمق او من خلال الخبرات اللي موجود عليها وليد. ثم حسام حسن تملي العمود الفقري ده يا اسلام. انا لسه كنت بقول للكابتن عادل حتى لو مش موفقين اسيبهم، بس محتاجين راحه يا كابتن. يعني فيهم العناصر محتاجه راحه. يعني مثلا زي ما انت قلت يانج، لكن وليد بقى له فتره محتاجين وليد بشكل كبير جدا. اسلام، النقطه الثانيه خصوصا لما انت بتلعب بالثلاثي الامامي اللي فيه زياد ناحيه اليمين، في بيكسوني، في احمد سيد غريب، فانت محتاج حد تحتيهم بقيمه وليد، محتاج حد تحتيهم يقدر يلعبهم. وليد حافظ لعبته وعارف زياد محتاج الكره فين، صح، عارف امكانيات زياد لما لعب له كره في رجله، عارف ان زياد وهو كره في رجله يقدر يخترق ويقدر يروح واحد ضد واحد ويقدر يوسع لنفسه زي الجول اللي جابه في مباراه الاتحاد. لكن انا ما اقدرش اعمل كروس لزياد ما بيلعبش بدماغه. يعني حتى الكروسات اللي احنا في المباراه اللي فاتت من ضمن الجمل التكتيكيه اللي مستر ريكاردو بيعتمد عليها واحنا كمان حتى متورثينها ومشهورين بيها، حته الاطراف الجناب، يعني الباكين مع الجناحين. فالنهارده محمد هاني معظم الكروسات اللي بيبعتها في التلت الهجومي عايزه اتقان بس شويه. هاني انت عارف ان احمد سيد غريب بيلعب بدماغه كويس، فمحتاج الكره تبقى موجوده عنده مش بعيد عنه، لان بعيد عنه ميكسوني ما عندوش الانضمام كراس حربه تاني وما بيجيتش العاب الهوا. صح، نفس الكلام بالنسبه لزياد. اذا كان مثلا كريم من ناحيه الشمال بيبعت روس، عايزينه يبقى بتقان على دماغ احمد سيد غريب او حسام لما بينزل، لكن لما بتعدي في مشكله بالنسبه لزياد ما بيعرفش يلعب بدماغه. الحاجه الثانيه الاطراف مهمه جدا. اهي الصوره يا كابتن اهو. شفت بقى يعني مين جابها لك على طول؟ عايز اقول لك يا كابتن الصوره دي يا كابتن اسلام طبعا اولا بتوريك الروح والانقضاض والدوافع اللي كانت موجوده عندي. ثانيا العاب الهوا، انت بتتعامل مع رصان حربه اطول مني، وفاروق جعفر من اللعيبه اللي بيشترك كمان بينط، فاروق ما شاء الله قصير القامه لكن عنده جامبنج عالي جدا. الحاجه الملفته هنا بقى يا كابتن اسلام ان عينيا مفتحه يا كابتن عادل. فالعاب الهوا مسافه ما بتلعب الكره بدماغك يا اسلام بتلاقي غصب عنك بتغمض عينيك. يعني كل صوري كده بهذا الشكل وعينيها مفتحه، يعني شايف الكوره، لازم تبقى شايف الكوره طبعا عشان شايف الكوره. وطالع عشان اذا كانت محتاجه تشتيت اقدر اشتت، اذا محتاجه ان انا ابني هجمه بيها اقدر العبها لبعض الزمايل اللي في نص الملعب. عارف اللقطه اللي فاتت دي؟ هات لي اللقطه اللي فاتت دي، اللي فاتت الصوره اللي فاتت. احلى حاجه في الصوره دي ايه بقى؟ لا الشكل يا اسلام، احلى حاجه فيها يا كابتن ان فيها جمهور. فيها جمهور. طبعا يعني طبعا هو مش باينين، لكن اقل حاجه يا اسلام اقل حاجه في مباراه الدوري كان بيبقى من 65,000 ل 75,000 في كل مباراه. المنتخبات كانت ب 120,000، يعني منتخب مصر كان بيقعدوا على طبعا على عواميد النور، وكان حاجه جميله يعني. فهرجع تاني يا اسلام اقول لك ان
في حاجات محتاجه الاداره الفنيه كمان تحط ايديها مع 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 مرونه تكتيكال للاعبين. الحاجه الثانيه كمان اسلام اللي احنا محتاجينها خصوصا في الثلث الهجومي، قول دلوقتي احنا بقى عندنا الثلاثه اللي ورا عبد المنعم ومتولي ورامي، ده عندهم يعني يقظه بشكل كبير جدا في حته الرقابه، في حته المان، في حته التغطيه، في حته بدايه الهجمه. يعني كنت بتكلم مع كابتن عادل برضك، ايه المانع لو احنا في اخر نص ساعه والفرقه اللي قدامنا خلاص بتلعب راس حربه واحد، ايه المانع ان انا اضيف رامي سته او ثمانيه يزود لي الجزئيه دي؟ انت عارف ان محمد عبد المنعم كان بيلعب راس حربه يا كابتن عادل في بعض الاوقات لغايه تقريبا 19 سنه زي وائل كده. لا بجد مش انا مش يعني ممكن يلعب راس حربه محتاجه ان احنا ندفع بيه في اخر نص ساعه مثلا. جوزيه عملها مره بس ما كانش فيه مع وائل ما كانش فيه ساعتها رؤوس حربه في الماتش ده تحديدا، يعني محل انا في متذكر او حاجه كده. وفي نقطه اخيره كمان يا اسلام مهمه جدا واحنا كنا بنتكلم عليها تملي، يمكن كابتن عادل كده، التصويب من خارج ال 18. يعني احنا المباراه اللي فاتت كان في جرأه من يانج، حتى محمد فخري بدا يعني واخد بالك ياخد الجرأه. محمد محمود لما نزل، يعني محمد محمود برضك من ضمن الحاجات كمان اسلام محتاجين وقت اكتر من كده. يعني الولد محمد عنده روح وعنده حيويه وعنده نشاط، ومعظم الانديه دلوقتي النهارده ورا محمد عايزه اعاره، عايزه بيع يعني. فبرضك من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجينها محمد محمود ان ياخد فرصه اكتر من كده. حسام حسن، ايه المانع ان احنا نلعب براسين حرب في اوقات؟ ممكن احمد سيد غريب بيلعب بدماغه، حسام بيلعب بدماغه، لو ما راحتش لحسام تروح لسيد. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجينها الفتره الجايه، محتاجين نشوف كذا شكل. الحاجه الاخيره بقى اسلام، في تقييم يا جماعه، في تقييم من المدير الفني، لازم الناس تعرف كده. يا هقعد في الجنه دي يا هطلع من الجنه دي اروح النار. لازم اللعيبه يوصل لها كده اسلام، لازم اللعيبه تعرف ان في تقييم، تقييم فني، خمس مباريات او ست مباريات او سبع مباريات، الراجل هيقول اكتر من 10 مين يقعد معايا ومين يمشي ومين يعار. فانت النهارده في دور كبير جدا على اللعيبه يا جماعه، لازم ناخد بالنا من الحته دي، لازم نرجع تاني للروح القتاليه العاليه وروح الفنانه الحمراء والدوافع بتاعتنا. أيوه. في مباراه الاتحاد يا اسلام كان واضح قوي ان في توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عايز يدينا نتيجه اصرار اللعيبه الصغيرين مع الكبار طبعا. فنتمنى الفتره اللي جايه دي نشوف الدوافع دي مره ثانيه، والاصرار بتاع اللعيبه وروح الفنانه الحمراء. وفي نفس الوقت كمان يا اسلام، احنا تعودنا اول ربع ساعه او ثلث ساعه بننزل نضغط على الفرق. ده شعار من 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 من, من 115 سنه، النادي الاهلي بيخلص المباريات في اول ربع ساعه، في اول ثلث ساعه. ايوه. فنتمنى ان شاء الله نرجع للضغط ده من بدايه المباراه، ونتمنى ان احنا نحرز في الاوقات اللي هي الربع ساعه ثلث ساعه هدف يفتح الجيم بشكل كبير جدا ويريحنا، ويدي ثقه للجماهير ويدي ثقه للعيبه والجهاز الفني. اعرف برضو رايك يا كابتن عادل في مباراه بكره، استن كمباني لو تعادل بالنسبه له هيبقى نقطه جيده. هو طبعا تكمله الكلام كابتن ماهر، الماتش بكره ماتش مهم جدا بالنسبه لنا، وانا بقول ان الدوري لسه ما انتهاش طالما عدد النقاط بتسمح لنا. لو احنا اخذنا الاربع ماتشات اللي جايين او الخمس ماتشات اللي جايين، الكره فيها كل حاجه، والتنافس هيبقى موجود لحد اخر لما يبقى فرق النقاط ما يسمح لناش. الماتش بتاع بكره طبعا ماتش مهم، وكل الفرق اللي هي بتلعب النادي الاهلي بيبقى فيه نوع من انواع الحرص الشديد والكثافه العدديه الكبيره جدا داخل ال 18. لابد يبقى فيه حلول، والحلول دي يعني المفروض المدير الفني بيوصلها للعيبه، حتى لو ما فيش وقت، عن طريق السبوره، عن طريق حتى المشي، بالمشي كده بوقف اللعيبه في الملعب واعمل جمل، الطرف اليمين بيشتغل ازاي، الطرف الشمال بيشتغل ازاي. يعني مثلا الماتش اللي فات الكور عرضيه وما فيش كثافه هجوميه، وحتى لو في كثافه هجوميه الفريق اللي قدامك بيلعب بتسعه داخلين جوه ال 18، وطبعا الكرات العاليه مش بتاعتك، وبالتالي لابد كي يبقى فيه الحلول. الحلول ديت مش معناها ان انا بروح مزود العدد الفراوده بتوعي او الناس اللي في نص الملعب او الاثنين الاطراف
ان انا احطهم يخشوا جوه ال 18. طب ما تبقى الفرص ان انا يبقى عندي مساحه اقدر اجيب منها جول، المساحه دي مش موجوده. ايوه. وبالتالي الكرات العرضيه كلها احنا مش واخدين منها ولا كوره. طب الشوط الاولاني لو حضرتك تفتكر، ايوه، كان في تبادل ما بين كريم وما بين ميكيسوني وما بين ديانج، كان بيبقى من الطرف بيحصل نوع من انواع التبادل المراكز وبنوصل، لكن للاسف الكره الاخرانيه دايما ما بتروحش في الزميل، بلعبها كاني بتخلص منها او انا موظف مجرد انها ما تجيلي بروح لعبها اي حاجه. فعملت الاختراق من اليمين والشمال مش لازم تنتهي باوفر. ليه ما تلعبش على الارض؟ ليه ما بقاش الكثافه ديت انا اسحب الفرقه بدل ما هم قاعدين العشرة كده؟ يا اخي افضل انقل وابتدي اشتغل من الاطراف وافضل مركز على الاطراف. هتبص تلاقي كريم ياخد الكوره فين وفين عشان حد يجيله. ايوه. لما نزل محمد اشرف ياخد الكوره ما بيلاقيش حد، يروح عاملها اوفر بيخلص منها. طب ما انت كده بتضيع وقت، وبعدين هم بياخدوها وبعدين يروح حاطينها لاي حد عشان يعملوا هجمه مرتده. صح. طب يبقى لازم يبقى في جمله يا كابتن، لازم يبقى في جمله، الجمله ديت ما بين الباك الشمال والهاف والوينج، يحصل عمليه تبادل، وبعدين الكثافه العدديه مش لازم ابدا ان انا وانا بلعبها زي دي. عادل زي دي زي دي زي دي كده. اللي فات بس هنا مفيش مهاجم واحد بس زي دي ميكيسوني. طيب انا بستنى الكره ليه هنا؟ انا ما بروحلهاش ليه؟ انا مستنيها ليه هنا؟ انتشار صعب. انا كمهاجم ما بروحش ليه عليها؟ انا بستناها ليه؟ وبعدين برضو من ضمن الحاجات توجيهات المدير الفني، لما هاني ياخد الكوره وهيعملها اوفر او هيلعبها على الارض، انت ما توقفش، انت بتتحرك. وبعدين عشان اتحرك لازم يا كابتن اسلام زي ما انت يعني كنت باك رايت. دي اصعب واحده يا كابتن عادل، دي اللي هي عملت هاف كروس ورا الناس. اصعب واحده دي بتبقى الحاجات دي بتبقى ان كله بيبقى وشه للجول. حتى المدافعين يبقى يعني في تمرين يا كابتن اسلام. انا لما بروح على الطرف مش لازم، حتى طالما ما فيش وقت ما عنديش غير يومين ثلاثه، ان انا بعمل توجيه راجل راس الحربه، لما هاني يروح في الحته الفلانيه العبها له على القريبه. اوكي. يبقى عارف عينيك مع راس الحربه، هلعبها له على القريبه. طيب غلط، طيب يبقى اللي بعديه هنقول مثلا ديانج مكمل. هو دايما الكابتن كان بيبقى وما اعرفش حاجه، قول لي صح ولا غلط، هو كان دايما بيتقال ايه او بيتقال لنا يعني، وانت يا اسلام وانا رايح انت ما تبصش، لان البصه بتاخد منك، على الرغم من ان انا كنت من الناس اللي لازم ابص العب لمين ليه، بس بعد كده اتعودت، لانه هو كان بيودي حد على مستر مانويل يعني، كان بيودي حد على العرض الاولانيه والتاني على العرض الثانيه والتالت تحتك، وكان لازم بيجبر الناس تبقى في الحتت دي، بمعنى ان انا ما كنت خلاص بقيت عارف حفظت ان انا لو هرفعها على العرض الاولانيه هلاقي فلافيو قطع على العرض الاولانيه وراه ابو تريكه او وراه متعب وتحتيه ابو تريكه مثلا. فدايما كنا بنشوف فانت وانت مغمض بتعملها على الارض بقى زي ما حضرتك بتقول، عاليه زي ما حضرتك قلت، اي حاجه بتعدي. لا يمكن، انا من المدرسه اللي بتؤمن ان انا لازم اشوف والعب. أوكي. يعني انا لقيتك انت على الارض القريبه ممسوك كويس، اللي رايح في نص الملعب اللي على ال 18 ممسوك كويس، اللي على العرضه البعيده ممسوك كويس، ايه المانع ان انا اطلعها لبره؟ صح. طلعها بقى لديانج او طلعها لشاوي او طلعها لبركات او طلعها لاي حد على ال 18 يشوط. صح. وبعدين انا لما ببص ممكن جدا الاقي الراجل جاي على الارض القريبه، لو لعبتها له على الارض هتبقى احسن. وهكذا، فعن طريق النظر لابد تبقى الحاجه دي موجوده. الحاجه الثانيه ان انا مجرد ما بوصل للثلث الاخراني بروح عامل كروس، الكروس ده مع الفرق اللي انا بلعبها، زي المقصه بتلعب ب 10 بكره نفس القصه، هتلاقي برضو الراجل عايز ياخد منك البونت، ممكن جدا في مرتده لا قدر الله يعني يأذيك او حاجه من دي. لابد تبقى عارف ان انت وانت بتهاجم، ما اناش موظف بوصل للثلث الاخراني واروح عامل كروس وخلاص واخلص منها، لا، لازم يبقى في صبر على الاستحواذ، وانا بستحوذ الكوره يبقى في صبر، ما تخلصش منها بسهوله. انا رحت ولقيت ان الكوره لو عملتها كروس 50% و50%، لا ما العبهاش، ارجع تاني لرامي يلعبها تاني لديانج، ليانج يروح حاططها في الشمال، وافضل عمليه التدوير زي ما بنشوف ريال مدريد وبرشلونه بيفضلوا يعملوا عمليه الاستحواذ وعمليه الخلخله لحد لما الرقابه تروح عليك. الحاجه الثانيه يا كابتن، لما الناس اللي بتروح على الثلاث خشبات
ما بتروحش تبقى واقفه مستنيه. وبعدين في حاجات كنا بعلمها لاولادنا. اوكي. انت حضرتك ماسكني، انت راجل مدافع وانت ماسكني، افضل اني واقف جنبك؟ لا، ولا زميلي وهو بيتحرك انا باخد خطوتين، انت جيت معايا بروح واقف، وما افضل نفسي لما تجيلي يبقى عندي فرصه ان انا اجيب هدف من غير ما تبقى عليا الرقابه. الحاجات دي كلها مفروض في لاعب في النادي الاهلي يكون حافظها وعارف، يبقى عارف الحاجه دي. لازم اهرب، ودي بتبقى عمليه بالتمرين، الى جانب طبعا بيبقى عند احيانا بيبقى بعض اللعيبه عندها الموهبه دي، زي متعب. متعب كان تبص تلاقيه بيقف في حته الكره جايه له، ده نوع من التوفيق، توفيق رباني. سقطت زي محمد صلاح نفس القصه، يبقى واقف في مكان تبص تلاقيها رايحه له. فالعمليه ديت الى جانب انها موهبه لابد كمان يبقى عمليه التدريب او حتى عمليه النظري. انا بتمنى ان لاعبتنا وهي بتأدي باستمتاع. مانيش موظف ويعرف، وقلت الكلام ده مع حضرتك مره واثنين وثلاثه، الجمهور اللي قاعد في المدرج مش ال 5000 طبعا، عندك 80 مليون اهلاوي بيتفرجوا عليك في العالم كله وفي القهاوي وفي البيوت وفي كل حته، وتعرف بيتألموا قد ايه ويفرحوا قد ايه لما انت بتأدي بصرف النظر عن النتيجه. فلازم تبقى دي في مخيلتك ولا تتأثر. انت راجل في النادي الاهلي، يعني انت ليك قيمه كبيره جدا طبعا، والنادي الاهلي بيقدرك ماديا وادبيا في كل النواحي. ما تفقدش النعمه ديت علشان واحد يتكلم عنك كلمتين مش كويسين، على الرغم ان انت لاعب كويس قوي. بيفكرني دايما بمروان محسن، لاعب انا دايما بشيد بيه، يلعب برجله اثنين، هيدرز، محطه، في كل الميزات. تاثر بالكلام اللي كان بيتكتب عليه. لا، انت المفروض تبقى اقوى من اي حد، لانك انت زي ما الناس بتشجعك والجمهور كله بيشجعك، ما تتاثرش باي كلام ممكن ان هو حد مغرض يقول كلمتين عنك تقوم انت تصدقه. طب ما تصدق الناس اللي كلها معاك وكلها بتحبك. فعمليه المهمه جدا يا كابتن ان انا استمتع. الحاجه الثانيه ابقى ما بقاش واضح، زي ما قلت قبل كده مع حمدي فتحي، لو انا بشوط ولقيت الراجل حط رجل يعني نزل على رجليا عشان يقطع الكوره، ايه المانع ان انا بمثل ان انا هشوط وراح واخده في الاتجاه الثاني؟ العمليه دي طبعا لازم يبقى عندي اتوقع المنافس ده بيعمل ايه وانا برفع الاوفر. لازم ارفع الاوفر بعيد عن جسم المدافع، ما تخبطش كل مره في جسمه. الكلام ده انا كلاعب لازم اشتغل على نفسي، حتى لو المدرب مقصر معايا الاوفر اللي بيتلعب من اليمين او من الشمال، لازم تبقى بره جسم المدافع اللي قدامي، تتعمل الواو تحس بحيث انها تبعد عن جسمه وتبقى رايحه لزميلك. ولابد انك انت تستمتع وانت بتادي، وتعرف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وانك انت لما بتكسب 80 مليون بيناموا فرحانين سعداء، ومحدش يقدر يهوب ناحيتك، لانك انت زي ما انا قلت قبل كده بتنافس ريال مدريد، وانت 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 وكل الكلام ده مش عايز اكرره، لكن انا بكرره عشان ولادنا الصغيرين يبقوا عارفين الهجمه الشرسه اللي موجوده على النادي الاهلي لن تنال منه ولا بعد 300 400 سنه. طيب هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم برضو اراء خبراء من الحقيقه في تحليل كره القدم ومباراه غدا امام إستر كامب. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، عايز برضو اعرف راي حضرتك في الناحيه الدفاعيه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لإستر كامب. بص اسلام، من الناحيه الدفاعيه بالنسبه للنادي الاهلي بطريقه الراجل اللي ثلاثه في القلب، اولا مأمنانا بشكل كبير جدا. الثلاثه بيزيدوا من مباراه لمباراه. عبد المنعم بيرجع في الزياده بتاعته في الفترات اللي فاتت، يمكن موضوع الاصابه وموضوع مناخيره يمكن بعده شويه، لكن هو بيرجع في الفتره ديت بشكل جيد. رامي ماشي بشكل جيد خلال الفتره، مركز بشكل كبير وفت. ومن ضمن الحاجات اللي عجباني كمان ان رامي ابن النادي الاهلي، ابننا، عنده حته الغيره وحته الاصرار وحته المكسب وحته ان يعني مش عايز يخسر، ما يجيش في جول. متولي بيزيد من مره لاخرى، يعني متولي يمكن الاصابه حرمتنا منه فتره كثيره جدا الفتره اللي فاتت، لكن انا شايف من بعد رجوعه مع مستر موسيماني بيحاول ان هو يرجع لمكانته الطبيعيه بشكل كبير. مع ريكاردو واخد يعني فرصه
طريقه اللعب مساعداه بشكل كبير، متولي بيزيد من مباراه لمباراه، عنده ثقه، عنده هدوء. فيهم ميزه الثلاثه يا اسلام في الحته الدفاعيه، بينقضوا بشكل كبير جدا على الهواء، بيراقبوا بشكل جيد بعد ما بيستحوذوا، بيطلعوا لنا الهجمه لنص الملعب، هجمه يعني بدايه هجمه سليمه. لكن في مشكله يا اسلام، في اوقات كتيره جدا الثلاثه بيبقوا فلات على خط واحد. ايوه محدش مراقب راس الحرب. شفنا يمكن في مباراه المقصه الراجل الافريقي يمكن جري مره او مرتين من العمق. مشكله العمق لما بيفوز سرعات اسلام، يبقى لازم واحد بيمسك. سبع ماتشات ما دخلش فيه واحد واحد بيغطي، يعني عشان ما يبقاش في خلل في الجزئيه دي. أيوة. لكن طبعا بالنسبه لكل الواجبات الدفاعيه بيقوموا بيها بشكل جيد. طب استر زي ما كابتن عادل قال هيلعبوا زون، شفنا المقصه هيلعبوا زون في التت في 30 يارده اللي في نص ملعبهم، هيضيقوا بالعشر لعيبه، هيضيقوا الخطوط على بعض. هم شافوا طبعا مباراه النادي الاهلي الاطراف هيبقى في تغطيه وملام بالنسبه للاطراف. طبعا هم هيجبروا النادي الاهلي في التكتل ده ان يلعب الكور الطويله. احنا شفنا في مباراه المقصه الكور الطويله الاماميه يا اسلام سهله جدا للمدافعين، لكن الحاجات اللي ورا المدافعين ايه اللي بتمثل مشكله زي ما الكابتن عادل قال، ممكن تتعمل على الارض، ممكن تتعمل في نص العلو، ممكن تتعمل في اعلى. لكن الكثافه العدديه للمهاجمين النادي الاهلي مطلوبه جوه ال 18 يبقى اكتر من مهاجم موجود. ايوه يعني احنا في المباراة اللي فاتت دي بتحس ان احمد سيد غريب بس لوحده، يعني حتى زياد بعيد ما بيلحقش يضم. النقطه الثانيه لو من ناحيه هاني بتحس ان ميكيسوني بعيد ما بيضمش، فعشان كده محتاجين الكورسات العرضيه تبقى مؤثره. هم بالنسبه لهم طبعا الكابتن علاء محفظهم حته البلوك الدفاعي اللي هم بيعملوه في 30 يارده، وفي نفس الوقت كمان عندهم لعيبه كوره في كونتر اتاك، وده اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منه. أوكي. كور الكونتر اتاك السريعه هم هيعتمد عليها بشكل كبير، ان هو يقدر يعني يخلي النادي اللي يغلط مدافعينه يقدر يحرز هدف. والكور الثابته اسلام، شفنا في المباراه كلها اللي فاتت الكور الثابته اذا كان كورنر او فاول او حاجات مباشره من الجناب او من خارج ال 18 بتسبب بردك مشاكل بشكل كبير، على قد ما نقدر ما نعملش فاولات حوالين ال 18 او ما نخرجش مثلا كورنر كتير على اساس ان نقدر نقضي على الحته دي. لكن هم طبعا عندهم دوافع ومحتاجين ثلاث نقاط ومحتاجين نقطه، لان طبعا ظروفهم صعبه جدا جدا واحنا شايفين في اخذ الجدول. لكن النادي الاهلي طبعا بينافس على بطوله الدوري، فنتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي بثلاث نقاط. طيب كابتن عادل، خلينا ناخد حضرتك بقى للدوري الممتاز بشكل عام. رأي حضرتك حتى الآن، احنا لعبنا 31 أسبوع أو هنلعب بكرة إن شاء الله بداية الـ 31 الأسبوع الـ 31، رأيك في الدوري العام بشكل عام بقى، الدوري العام بشكل عام؟ هو الدوري اتعمل علشان يمتع الناس. فدوري من غير جمهور، فأنا 80% أو 90% من المردود بتاعه سواء أدبي أو مادي أنا مفتقده. طبعًا. انت حضرتك ممثل طالع على مسرح ما فيهوش جمهور، انت هتستوحي منين او هتبدع منين والجمهور ده اللي هو بيساندك هو الاساس. حتى لو الجمهور ده اللي قاعد في المدرج حتى في نوع من انواع السلبيه بيهتف عليك او ضدك او الى اخره، لكن مجرد وجود الناس بيجبرك انك انت تادي وتادي بشكل جيد. دي الجمهور. بالنسبه للتحكيم طبعا يعني بقالنا سنتين الناس في صراع ما بين بعد المباراة وأثناء المباراة وقبل المباراة، متوقعة اللي ممكن يحصل في المباراة. فدي كلها حاجات من الحاجات السلبية. لكن برضو من ضمن الحاجات الفار طبعا مشكلة كبيرة جدا وأرجو أنها تتحل. الحاجة الثانية عملية التصوير، دي كلها حاجات سلبيات، هنقول الإيجابيات. عملية التصوير والإعادة والمخرج تحس كده ان في حاجه مش مظبوطه، يعني الكاميرات لما بتتحط علشان يبقى فيه روح البروتوكول او الـ الاماكن اللي ممكن الحكم يشوف منها الكاميرات التمريرات او البينالتي او الفاول او الطرد او الاخره، برضه محتاجه شغل. سواء بيقولوا انا سمعت في هذه الامر نقطه يا كابتن، احد المختصين قال لك احنا الحاجات دي مش احنا اللي بنحطها، مش التلفزيون اللي بيحطها، بمعنى ان هو
بيبقى موجود من اعتقد لجنه الحكام او من الاتحاد الكوره، حاجه خاصه يعني باتحاد الكوره، بيجيبوا لهم اماكن الكاميرات تتحط فين، هم اللي بيحطوها. انا بتكلم على المخرج اللي بقى يعيد، ما هو يعيد او ما يعيدش. ساعات ما بيعيدش. لا غلط ان هو ما يعيدش بصراحه. طيب يعني في كرات معينه ما بيعيدهاش. ضرب الجزاء امبارح ما تعدتش مره واحده وخلاص. اوكي. الماتش بتاعنا بتاع المقصه في حد في خلاف ان الكره جت في ايد الراجل، الراجل وقف حوالي 3 دقائق. في كام حد طلع 3 دقائق المدرب نفسه قال وقف 3 دقائق والراجل عمال يعيدها له مره واثنين وثلاثه واربعه. كلاتنبرج على فكره اعترض على هذا الامر تحديدا، يعني على الكره دي. دي مش من ضمن المساوئ يعني. انت في ثواني الكره باينه للمشاهد اللي هو حتى النظر ضعيف، باينه ان هي يعني. فدي برضو من ضمن الحاجات، الحاجه الاخيره وهي عمليه كل 72 ساعه مباراه. دي عمليه قاسيه جدا بالنسبه للعيبه. اديك شفت النادي الاهلي اللي كان بيعانوا منه، الناس اللي هي ما لعبتش نص النادي الاهلي النهارده كلهم بيعانوا من الاصابات وعندهم اجهاد وبيشتكوا. امال النادي الاهلي يعمل ايه؟ اللي لاعب اكتر من 30 40 مباراه زياده عنكم. فطبعا دي كلها حاجات سلبيه. من الحاجات الايجابيه انك انت مع الكورونا ومع كل الحاجات ديت انت الدوري بتاعك مستمر، في تنافس وفي فرق قريبه جدا من بعض. اللي انا بتمناه بعد الموسم ده يبقى التنافس ما يبقاش تحت، يبقى التنافس يا اما يبقى فوق يا اما في الجزء اللي في الوسط علشان الكره ترتفع. الحاجه الثانيه اللي بتمناها ان معظم الانديه في الدوري الممتاز تبقى انديه جماهيريه، انديه شعبيه. ولا مانع ابدا يا كابتن، احنا شفنا الكلام ده في الجزائر لما النادي الاهلي ودانا الجزائر، وشفنا ان مثلا نادي سين من النادي عنده امكانيات ماديه، بنك او شركه او الى اخره، بيجي ياخد انا وصلت للممتاز بروح واخد الاسم بتاع النادي الشعبي مع بضمه مع الفريق بتاعي والعب باسم المحافظه ديت. اوكي. فيبقى انا عشان يبقى عندي ظهير، يبقى عندي ظهير جمهوري وبعدين بلعب في محافظتي، بلعب في ملعبي. صح. الكلام ده كان في الجزائر من امتى؟ من الثمانينات 83 او 84. يعني مثلا نادي زي السكه حديد مثلا يعني عنده امكانيات كبيره وموارد او الاخر، يروح واخد مثلا زي طنطا او المنيا او المنصوره او اي نادي. ف بيعمل سكه حديد طنطا مثلا. لا يقول اي اسم يا كابتن، يقول اي اسم. يبقى انا عندي الموارد وعندي الظهير الجماهيري وعندي الملعب. فانت بقى كل الانديه بتروح تلعب على ملعبك، وبعدين انت ما انتش خسران حاجه، انت بتلعب بادارتك بحاجتك حتى لو في اداره مشتركه. فبتبقى دي كلها حل من الحلول اللي هي ممكن تبقى حلول جيده، وبتدي للكره المصريه انك انت عندك 18 نادي عندهم ظهير جماهيري. أوكي. ودي بتعلي من قيمه التسويقيه للفرق، وبالتالي انت بتبقى في دوري زي الدوريات في العالم كلها، تلعب المباراه الجمهور مالي المدرجات، ودي كلها حاجات بتبقى ايجابيه في المرحله اللي جايه ان شاء الله. طيب كابتن ماهر، المحله، الجونه، الاتحاد، ايضا ايسترن كامباني، والمقاولين، من وجهه نظرك مين اللي ممكن ينزل مع المقصه فرقتين من المجموعه اللي انا اتكلمت عنها؟ بص يا اسلام، هو واضح ان المقاولين كمان بيعاني بقاله يمكن اكتر من سنتين، دي السنه الثالثه. يعني مقاولين يعني عنده مشاكل كثيره جدا. واضح كمان ان هو ما بيكسبش الفتره اللي فاتت ديت. يعني ما اعرفش المباريات المتبقيه بالنسبه له هتبقى الامور بالنسبه له ايه. الاتحاد هيلعب المقصه، هيلعب المقصه. الاتحاد هيلعب البنك الاهلي. المقاولين هيلعب المقص. المقاولين هيلعب المقص. يعني دي مباراة أنا شايفها بست نقاط. يعني بالنسبة للمقاولين العرب. المقص كده نزل. يعني المقص يعني ما عندوش حاجة يبكي عليها يعني، لكن المقاولين فرصة بالنسبة له ياخد 3 نقاط. لو ما خدش 3 نقاط من اللي هو بينافسه أو اللي زيه هتبقى مشكلة كبيرة جدا. فطبعا مهم جدا للمقاولين إن هو ياخد 3 نقاط. عايز اقول لك اسلام ان الفرقه دي يعني ليها معزه. الجونه برده ماتش صعب قوي. الجونه كمان نفس الكلام بردك. يعني الكابتن طلعت يوسف الفتره اللي فاتت ديت يعني بيعاني الامرين بصراحه، جه في توقيت صعب جدا للجونه.
يعني الفرقه كلها ليها اسم وباع كبير جدا. الاتحاد طبعا سيدي البلد، بس الاتحاد لو يعني كسب المباراه القادمه خلاص. يعني الاتحاد يمكن يعني يمكن اقربهم في حته الامان انه يكسب المباراه اللي جايه بثلاث نقاط. طبعا بنتمنى التوفيق لمحمد عمر طبعا ومحمد نور مع الاتحاد. الرابع مين الموجود؟ المحله. المحله طبعا المحله هيلعب الجونه. يعني ماتش صعب جدا جدا برضك. المحله عشان 10 نقط بقى من ست. عايز له يكسب برضك الجونه. انا شايف حظوظ الجونه صعب السنه دي يا اسلام برضك، يمكن بقى لها زي المقاولين كده بقى لها يمكن اكتر من سنتين ثلاثه. يعني حضرتك بتقول ان المقصه كده خلاص رسمي. مين ينزل اثنين معاه؟ يعني انا شايف استر كامباني وشايف الجونه. والجونه حضرتك يا كابتن عادل. هو بس في الجونه كانوا ماشيين كويس قوي مع رضا شحاته. سبحان الله. فانت غيرت اثنين مدربين، ايه الاضافه اللي اضافوها؟ مع احترامي ليهم طبعا مدربين كبار وممتازين، تامر مصطفى او كابتن طلعت. الاثنين مدربين يعني المدرب واعد جدا والاخر مدرب يعني على فهي بيتوقف على الماتشات اللي جايه ومدى اصرار اللعيبه على الاداء. ولكن برضو لابد الماتشات ديت هتبقى متراقبه من عمليه التحكيم طبعا، لانه في العالم كله في انواع من السلبيه ومن الفساد في العالم كله. فكل مهنه فيها الاكثريه الممتازه اللي عندهم امانه، اللي عندهم كل حاجه جميله، وفي اقليه بيبقى عندهم فساد، سواء بقى مدرب سواء لاعب سواء حكم. يعني في كل مرحله او في كل نوعيه من النوعيات اللي هي موجوده في المنظومه بيبقى فيها النوع ده. عشان كده العدل بتاع ربنا ان احنا في الماتشات اللي جايه دي الماتشات دي تبقى متراقبه كويس قوي، علشان بالنسبه للتحكيم فريق ممكن جدا يصعد ويبقى في الدوري الممتاز او يبقى يعني موجود في الدوري، وهو فريق اخر ممكن جدا ان ينزل الممتاز به. ودي طبعا هتبقى حاجات مؤثره طبعا، وخاصه الفرق الجماهيريه دي بتبقى عمليه طبعا بتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا ان فريق جماهيري اصلا كمان ينزل وهم يتعدوا على الصوابع. فطبعا دي كلها حاجات. مين يا كابتن برضو اللي يعني انا لا انا ما يعني لا لن احبط احد لن احبط احد. كل واحد له حظوظه لحد اخر دقيقه. اوكي. اول مقصه طبعا خلاص نزل رسمي. نزل رسمي، لكن برضو مع المقاولين ما اعتقدش ان المقصه هتلعب برضو. لا المقصه راجل ناس محترمه جدا وعاملين يعني عملوا بيلعبوا لاخر دقيقه وبيلعبوا يعني. احنا شفنا مدى اصرارهم في ماتش الاهلي كانوا بيأدوا ازاي. لكن برضو يا كابتن من خلال حضرتك بوجه رساله لاولادنا، فين اللعب بالشراسه؟ فين اللعب بالتحام؟ الفريق اللي بيلعبك بتبص تلاقيه بيخش عشان يقطع، بيخش كاتف، واللعبه لعبه رجوله، بتبص تلاقي الالتحامات في الهواء. كرة العاليه لازم تبقى بتاعتنا، اي كره مشتركه لازم تبقى بتاعتنا. الشراسه دي الناس عايزه تشوفها، جمهور النادي الاهلي عايز يشوفها من ولاده ومن لعيبته ومن حبايبه، انك انت الشراسه دي تبقى موجوده. وبعدين انا ما بخشش جوه ال 18 يا كابتن، وقف. لابد طالما راحت للناس في وسط الملعب لازم نسقط علشان ندي مساحات، وبعدين يبقى في حد مندفع من الخلف او الاخر. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره، وكل فرق الدوري بقى اللي يقعد يقعد واللي ينزل ينزل، لانه في النهايه زي ما الكابتن عادل قال هي الفريق الوحيد اللي تم رسميا يعني هينزل للدرجة الأدنى هو نادي مصر المقصة، ولكن بقية الفرق كلها لها الحظوظ في أن هي تستكمل في الدوري الممتاز أو تكمل في الدوري الممتاز إن شاء الله في العام القادم. كل التوفيق لكل الفرق ولكل المنافسات الشريفة الحقيقة اللي بنشوفها من كل الفرق داخل مصر. شكرا جزيلا يا كابتن عادل، انا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا يا كابتن ماهر، انا بشكر حضراتكم. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافة البيت الكبير.